عدد من التجارب التشكيلية النسائية التي شاركت في معرض لمجموعة فنانات أوغاريت المؤلفة من سيدات أبدعن في مجال الرسم الزيتي والنحت في صالة مشوار بدمشق. مشاركتي اليوم هي عبارة عن 5 أعمال، 3 خشب من الروليفات عم يحكوا عن الوجوه الإنسانية والتعبيرات تبعيتهم بشكل تعبيري، وعندي كمان عمل نحت حجر برا وعمل برونز. حاولت إنه أجيب من كذا مرحلة من مراحل شغلي لحتى اللي يعني حتى العالم تتعرف أكثر على المراحل اللي أنا مريت فيها كفنانة تشكيلية، يعني إضافة إلى تقنيات مختلفة. حاولت كمان إنه حرصت إنه تكون موجودة بالمعرض اليوم. مشاركة هون بـ5 أعمال، عدة خامات وعدة مواضيع إنسانية مطرقة لكذا موضوع، وإن شاء الله يكون يلمس المشاهد ويلمس المتفرج قبل الفنان. أنا شاركت بـ5 أعمال لخان أسعد باشا، طبعا بغنى عن التعريف، هو معلم أثري ومهم جدا بسوريا ومو بس بسوريا، بالمنطقة كلها. نتيجة كان عندي ورشة عمل بآخر الصيف فكتير تأثرت فيها ولهلأ مأثرة فيني، وحبيت أني أحكي عنه بأعمالي واربط بين الحاضر والماضي اللي هو لهلا بتحسيه خان اسعد باشا ادمانه عريق، بتحسيه لهلا فيه حياه. مشاركه ضمن مجموعه فنانات أوغاريت بـ5 أعمال عن الطبيعه، شغله فيهم بالمدرسه الانطباعيه، بعجينه لونيه دسمه واختصار واختزال، بنفس الوقت كلياتهم بالوان الزيتي شاغلتهم، بعده قياسات بعده حالات متناغمه مع بعض. فنانة أوغاريت مجموعة تهدف إلى إبراز تجربة ودور المرأة الفنانة بشكل خاص في المجتمع السوري على الساحة التشكيلية، إضافة لدورها الأساسي في بناء الأسرة.